كفاية حرام عليكو. مرحبا بكم في سلطعون بلانت، كوكب السلطعون يهبط على الأراضي الجزائرية من جديد. عاد إليكم من جديد. الناس كتير بتسألنا على التراكات الجزائري وليه ما بتعملوش التراكات جزائري. كنا بنحضر بس الصراحة كذا حاجة جزائري جاية في السكة، وإحنا إن شاء الله لينا بدينا وإن شاء الله سوف نغوص في رحلة. أهم حاجة لايك وسبسكرايب وتفعيل الجرس، وتفعيل الجرس هو اهم حاجه، وتروح على انستجرام تعملوا لنا فولو وتبعتوا لنا التراكات اللي انتوا عايزينها من التراكات الجزائري، عشان احنا محتاجين تراكات جزائري كتير الفتره اللي جايه، مش راب بس، راب وتراث جزائري كله قشطه. وان شاء الله في تراك كمان يومين جزائري برضو نازل، وان شاء الله الموضوع يبدا يستمر معانا. معانا النهارده خشاجي، احنا معانا حفله. هو احنا جايين كده؟ احنا جايين كده؟ جايين مش جايين ايدينا فاضيه؟ ده احنا معانا حفله. يعني معانا حفله؟ حفله يعني نربط الاحزمه. يلا بينا. وانا وانا مكتب ورايا فوفا ترينو 1 ديفين كانو 2 قادر جابونيز 3 التراك اسمه لوليدا. حلو. طيب طبعا انت عارف لما الفيتشرز بيزيد فالمفروض العظمه المنتظره تزيد. بيزيد. دخلنا في التفاصيل يا عم داد يا رايق. يلا بينا نقول ندخل في التفاصيل. الوالدة الوالدة اخراج امين بومدين. امير بومدين ده انا شفته قبل كده. امين بومدين انا برضو سمعت صح؟ الاسم ده كتير صح. امير بومدين انا شفت الاخراج ده. امين بومدين شفت الاسم ده قبل كده. بس ازاي ديدن كانون هنا؟ بس هو ديدن كانون بيعمل اي حاجة؟ بغلنا احنا عدنا على ديدن كانون كم مرة وفي كام لون والله العظيم حرفيا بيطلع لنا في حتات كتير. ادي عم قادر وادي عم ديدن. حلو ان هم يعرفونا بيهم لان احنا نعرف كانون ما نعرفش فوفا تورينو. عملناه له برضه عارفينه. اه احنا نعرف فوفا تورينو ونعرف ديدن. انا جيت اوبا 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 خش عليا خش عليا. حلوه الصوره دي، حلو الكادر ده جدا. معلش يا جماعه احنا بنوقف كتير، انا بس عايز اعرف ده كان مثلا تتر المسلسل ولا ده هو تراك نازل بالطريقه دي ولا شكله إيه؟ لا شكله تراك نازل كده، يعني تراك نازل بس في اخراج وفي انتاج واضح ان المود اصلا رايح للسكه دي. انا ما اعرفش انا كنت اسال برضه عشان ايه تبقى الدنيا سليمه. كلاسيك كلاسيك. نخسر مالي وصحتي ويا نسمح ما في حالي ويا يسرى اللي يسرى لي ويا نخسر مالي وصحتي صح. نخسر مالي وصحتي نخسر مالي وصحتي ويا نسمح ما في حالي ويا يسرى اللي يسرى لي ويا يما ما تروح من بالي ويا يما ما تروح من بالي. نخسر مالي وصحتي ويا نسمح ما في حالي ويا يسرى اللي يسرى لي ويا يما ما تروح من بالي ويا يما ما تروح من بالي وياه يما ما تروح من بالي وياه. السؤال اللي انا عايز اعرفه هو ليه كل ما نيجي نعمل على تراك جزائري لازم يكون في مأساة؟ يعني موح ميلانو دغدغنا ده 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 شلفنا دخلنا بعديه كان تراك حلو والفايب بتاعته حلو بس كان بيتكلم على الغربة، دلوقتي بيتكلم على الام. بس دي حاجة حلوة، هي حاجة حلوة يعني حاجة حلوة، فكرة انك اكيد الموضوع مش بيتعمل كده في الهوا، بس قلبي الصغير لا يتحمل يا صديقي. احب مأساويات يا زميلي، مأساويات يرموا العضل. بتروح من بالي ويا جيبوا البوليسيه خربه مروغ الدار بلغشتي كل مسراره
بجاش كيما تمني تقبلوني غير لي زومبي ارا ويسي لافي مرا في قلبي غرافي سواك بوست رافيك ماما نعيا ونولي ليك هوا. يلا بينا. ما هذا ديدن؟ يلا بينا. ده ديدن دمر الدنيا. مش عارف احطه في اهني حته دلوقتي الصراحه. اه ما حدش عارف حاجه طبعا، بس احنا عندنا ديدن الانسان وديدن الفنان. تمام، ممكن بتنزلوا تشوفوا بقى اللي بيحصل تحت عندنا في القناه. اعتقد ان ده ديدن ديدن الحساس الانسان. لا بس اصلا الفيرس تقيل ودخلته للفيرس اصلا يعني مميته مميته. سيبنا عيش بعد اذنك بقى. حل من كشمر جاز عليا غير انت يا اللي لقيتك ماما مو عينيا ان شاء الله ترضاي عليا في قلبي مية تنكية زيدوا جيبوا البوليسية خربة مره غدارة ملقيش ديك المسرارة ما جاش كيما تمني تقبلوني غير لي زومبي ارا ويسي لافي مرة في قلبي رافي سواك بوست رافيك ماما نعيا ونولي ليك هوا هوا حتى بنت السلطان مولفة هوا هوا هنا اللي قرا عمرو ولا شفا هوا 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 انا عليا يتجبدوا ما يحسوا بيا نكون في ظلمه ونشوف الضوء تباني نيتيا حلوه قوي دي يتجبدوا هوا هوا كفاية كفاية حرام عليكو الأم كفاية. ثم الأم ثم الأم ثم الأم هو جاب لك أصلا ثلاث مشاهد ولاد لذينة اختلاف ولاد لذينة اختلاف واحد والأم هي اللي تعبانة وواحد والابن وهو في المحنة وواحد والابن بيسيب أمه ثلاث حاجات يكسروا ويوجعوا يعني الفيرس بتاع دين كانوا قوي قوي لأن هو حطك في الفكرة بتاعت السجن تمام وفي نفس الوقت اصلا اداك باك جراوند عن فكرة ان هو كان في غربة ككاركتر للشخصية انت فاهم ديدن كانون عارف انت زي ما تكون كده ايه هو عمل لك قصة وسيناريو وفيلم بجملة بس قالها ان هو الغربة اللي هو كان في غربة فحصل له مشكلة فرجع فاتحبس فانت فاهم فهو حطك في المود ان جدا فده اللي عجبني في الفيرس بتاع ديدن كانون بالفيديو بتاعه والفيديو حلو برضو تركي اشعر رجع وتزوج هتلف تلف تلف تروح لامك في الاخر ليكش غير الام يا ابني والله الوالده I'm not afraid.
علمتيني نبغيك وما علمتينيش نعيش بلا بيك، والف تحنانتك ونظرة عيني، إلى رحتي لما تخليني وإلى رحت أنا لما نخليك. أمينتي يا أمينتي يلي الجنة تحت رجليك، يلي الجنة تحت رجليك، يلي الجنة تحت رجليك. طب مش هقول حاجه، الام يا اسطى، الام يا اسطى ما ينفعش نتكلم والله. الله ربنا يخلي كل الامهات يا رب ويحسهم بالدنيا دايما يا رب. الله قشط يلا. بس حلوه الحته الاوركستريه على الاغنيه صراحه، عامله فرق، عامله فرق. تعرفش ليه لما بتحط حته اوركسترا بتدي قيمه مضافه، بس بتحطها يعني قيمه مضافه قوي، انت فاهم اللي هو تحس ان الموضوع كده بقى في ليفل شيك شيكو ابن ناس، انت فاهم. ثلاثه ستايلات مختلفين. يعني الثلاثه كل واحد دخل بستايل حلو. فوفا ترينو صوته حلو جدا، يدي عرب كده في الوسط حلوه، وقادر برضه نفس الموضوع. ديدن احنا اصلا كنا بنتكلم في الاول ان ديدن احنا بنشوفه في كل حاجه، يعني تيجي تعمل حاجه مثلا فجاه بيجي في دماغك ديدن، انت شفت منه بيعمل حاجات كتير وبيعمل فيتشرز كتير ونشيط، برضه نشيط. ديدن نشيط. بس يا جدعان دي كانت حلقه النهارده من برنامجكم بلاك اند وايت. كان معاكم دادي الشري. سلام.